مرحبا. بعد بحث وتدقيق في كثير من المراجع والمصادر المعتمدة وربط كثير من القصص ببعض، بقدم هذا التقرير القائم على جهد شخصي 100% واللي استخدمت فيه قدراتي كصحفي، واللي بحكي عن جزء من المعاناة اللي بيعيشها العالم، وببحث بمدى دقة الأخبار اللي بتوصل عن كورونا وطريقة الكشف عنه. طبعا أنا ما بتبنى أي وجهة نظر، لكن بشارككم بنتيجة بحث توصلت إليه بعد تعب. البي سي آر بوليميريز تشين رياكشن، الفحص اللي ارتبط بشكل وثيق بوباء كورونا واللي بيسميه كثير من الناس أصلا فحص كورونا. على أساسه تم تصنيف بؤر الوباء حول العالم وأعلنت قرارات الحظر في كثير من الدول. لكن هل البي سي آر فحص تشخيصي أصلا؟ يعني هل ممكن يعطي معلومة في حال كان الشخص مريض أو لا؟ الجواب بكل بساطة لا. هذا مش من عندي، هذا من مخترع فحص البي سي آر العالم الكيميائي الأمريكي كاري موليس، واللي فاز بجائزة نوبل بسبب هذا الاختراع. الرجل اللي مات قبل بداية وباء كورونا بأشهر كان معترض على استخدام اختراعه كأداة تشخيصية للكشف عن أي مرض مثل الإيدز وإنفلونزا الخنازير. PCR is separate from that. It's just a process that's used to make a whole lot of something out of something. That's what also, it is. But, but it's not, it doesn't tell you that you're sick, and it doesn't tell you that the thing you ended up with really was going to hurt you or anything like that. That's what it's not. وببساطة تقوم فكرة اختراع مولس الـ PCR على تضخيم التسلسل الجيني عند الكائنات الحية بحيث يكون مرئي قابل للدراسة. هذا بيأكد أنها تقنية علمية مصممة لأغراض البحث العلمي فقط وليست للكشف عن الأمراض. بتكبر التسلسل الجيني الغير مرئي بيصير مرئي وبتتم دراسته. ولتأكيد أنه الـ PCR فحص كورونا زي ما معظم الناس بتسميه لا يجوز استخدامه كفحص تشخيصي، الدكتور الأمريكي المشهور توماس كاون نائب رئيس جمعية الطب البديل في الولايات المتحدة وعضو مجلس إدارة لمؤسسة ويستن اي برايس الصحية بيأكد هذا الكلام. It was developed and by a guy named Cary Mullis, who was given the Nobel Prize in Chemistry for essentially inventing the technique of this test. And he said very specifically, you cannot use this test to either prove infectious etiology or to diagnose an infectious disease. وفي حالة فحص الكورونا بيحاول الأطباء البحث عن تسلسله، بيحكوا إنه خاص بفيروس الكورونا داخل العين المأخوذ من الإنسان. إذا وجدوا هذا التسلسل أنت مصاب، وفي حال ما وجدوه أنت غير مصاب وبريء ونجوت من الحجر الصحي. هذا هو أساس الفحص اللي خضع له مئات الملايين حول العالم. ولكن المعلومة الصادمة إن التسلسل الجيني لفيروس كورونا المعلن من قبل منظمة الصحة العالمية واللي بيبحثوا عنه بفحص البي سي آر موجود عند كل البشر. يعني بالمختصر الجماعة اعتمدوا هذا التسلسل الجيني بالضبط وقالوا انه هو التسلسل المميز لكورونا، لكن هذا التسلسل هو نفسه موجود على الكروموسوم رقم 8 عند كل البشر. هذا مش كلامي، هذا كلام المركز الوطني للمعلومات التقنية الحيوية الامريكي. هو مركز حكومي امريكي تابع لمعاهد الصحة الوطنية الامريكية الحكومية، ويعد بمثابة البنك الجيني العالمي الرسمي على موقعه الرسمي ناشر التسلسل الجيني اللي على الكروموسوم رقم 8 عند البشر، نفسه تماما اللي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية تسلسل جيني مميز للكورونا. وبما أنه عينة فحص كورونا المأخوذة من الناس فيها خلايا بشرية، فإن تسلسل كورونا المزعوم موجود بكل العينات، وهذا بالضبط بيجعل هذا الفحص بلا قيمة. الدكتور أندرو كوفمان عضو هيئة التدريس في جامعة كارولينا الجنوبية الطبية بيأكد هذا الكلام بطريقة علمية وبلفت النظر لنقطة مهمة وهي احتواء عينة الـ PCR على خلايا بشرية بالإضافة لفطريات وبكتيريا وفيروسات. It would be really helpful if we could just understand PCR a little bit better first and just the basics of how it works. The swab of a person with COVID-19 will contain a mixture of human cells, virus particles, and other microbes. So did you hear that? It will contain a mixture of human cells, virus particles, and other microbes, which could mean bacteria or fungi or other microbes. Okay, so it's not a clean sample. And if we were testing for human DNA or RNA, we could find it because there are human cells in there and also fragments of human cells. هون الدكتور كوفمان بيكشف عن انه تسلسل كورونا المزعوم معلن عنه سابقا انه داخل جسم الانسان وتحديدا على الكروموسوم رقم 8 وبشكل رسمي. So this is right here, the sequence of interest, okay, this 18-letter code,
and it says it's from the RDRP gene in the virus. I'm scrolling through right now is from Genbank, which is part of the National Institutes of Health, where they store all of the sequences from the Human Genome Project and also from other animal genomes. And so you can see Homo sapiens is human, chromosome 8. Look to the bottom of this, and it gives some references. Here's the actual sequence. And that matches exactly this sequence here. لكن بما انه التسلسل الجيني للكورونا موجود عند الكل ليش ما الكل يطلع مصاب بكورونا بعد فحص البي سي ار هون بندخل بموضوع طريقة عمل الفحص اللي كما شرحت قبل هو غير دقيق على الاطلاق وفي نتائج سلبية خاطئة بشكل كبير جدا لكن تستطيع السلطات الطبية باي بلد التحكم بنتائج الفحص وهون طبيعي انا ما بقصد اللعب بالعينات بل زيادة عدد دورات مضاعفة الفحص كيف يعني زي ما حكينا بالبداية انه فكرة البي سي ار او فحص كورونا قائمة على تضخيم المادة الجينية للبني ادم والبحث عن تسلسل كورونا المزعوم داخلها لكن حجم هذا التضخيم غير موحد على مستوى العالم البعض بضخم العينة بشكل كثير كبير بينما الاخر بضخمها بشكل قليل لوحظ عند تضخيم العينة بشكل كبير انه نسبة الاصابات بكورونا تصل 100% بدون شك وفي حال كانت دورات المضاعفة قليلة عدد الاصابات يصل الى صفر لانه العينة ما تضخمت بشكل كافي حتى يظهر هذا التسلسل الموجود اصلا عند كل البشر يعني في حال ارادت دولة ما اظهار انها مسيطرة على الوباء ما عليها سوى تخفيض عدد المضاعفات في فحص كورونا واذا ارادت زيادة عدد الاصابات بهدف ربما يكون سياسي ما عليها الا زيادة عدد المضاعفات هون كارثة البي سي ار فحص يمكن التلاعب بنتائجه بسهولة بالغة تطويعها لاهداف معينة الدكتور توماس كاون بيأكد هذا الكلام. If you do it 60 times, so if you amplify it over and over and over again, it becomes positive with 100% of the people. Let me say that again. If you amplify it 60 times, it will be positive with everybody. That means that everybody has a piece of this RNA somewhere in their cells or in their genome or somewhere in their secretions if you all you have to do is amplify it enough. وبما انه الجميع ممكن يطلع مصاب بعد هذا الفحص فهو فحص يمكن التلاعب فيه بسهوله وبتضل القضيه مرتبطه بعدد دورات المضاعفه لكل فحص. الدكتور كوفمان عنده راي في موضوع التلاعب بدورات المضاعفه داخل البي سي ار. There's many ways you can sort of fix this test to give you the outcome that you want. You know, it's just really like fixing a, you know, a sporting event or some other gambling operation that you tweak these things behind the scenes and then you get a different outcome. حتى صحيفة نيويورك تايمز أشارت لهي النقطة تحديداً وقالت إنه في أحد مختبرات نيويورك وجدوا إنه 43% من النتائج الإيجابية عند عمل 40 دورة مضاعفة كانت سلبية عند عمل 35 دورة مضاعفة نفس النتائج و63% من نفس النتائج الإيجابية كانت سلبية عند عمل 30 دورة مضاعفة هون منلاحظ التغير في نفس النتائج بعد تقليل أو زيادة عدد دورات المضاعفة معنى هذا الكلام أنه نتائج الإصابات بتزيد بشكل كبير جدا كلما زدنا عدد دورات المضاعفة بفحص كورونا لأجل كل اللي حكيناه شكل مجموعة من الأطباء حول العالم تحالف World Doctors Alliance لتوعية الناس على حجم الأخطاء والكوارث والتدخلات السياسية بموضوع كورونا الأطباء ظهر عدد منهم في مؤتمر صحفي بدون تباعد اجتماعي ولا كمامات وانتقدوا بشكل لاذع الوضع الحالي وسير الأمور حول العالم فيما يخص الإغلاقات اللي بالغالب تعتمد على فحص البي سي آر طبيبة الهولندية هيلكي دي كليرك إحدى أعضاء هذا التحالف تحدثت عن الكوارث اللي بتسببها فحوصات الكورونا غير الدقيقة حول العالم. There's no reason for panic. Also in the medical practice, there's no reason for panic. The panic is created by these false positive PCR tests. 89% until 94% of those PCR tests are false positive. They don't test for the COVID-19 and also the rest is false negative. So we have to look at clinics. We have to start looking at clinic. Medical doctors have to stop looking at those tests. That's very important. Let's go back to the clinics and to the facts. We have in the Netherlands now the regular press publishing the news that the PCR test is not a correct test. So I'm very happy about that.
So there's hope. Thank you. ومع شكر الدكتورة إلكي دي كليرك بشكركم أنا كمان وبتمنى أكون قدمت نتائج مفيدة للبحث اللي قمت فيه وتكون هاي النتائج أدق من نتائج فحص الـ PCR أو فحص الكورونا. بنشوفكم على خير. سلام.